وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر، بادرت مجموعة من الحلاقين في قضاء الطوز بمشروع خيري تضمن حلاقة أكثر من 200 طفل وشاب وكبار السن من اليتامى والمتعففين مجانا. احنا كالآية المجموعة الحلاقين الطوز كالآية المجموعة قمنا بهذه المشروع الخيرية، وهذه المرة هذا الوقت المناسب اللي قريب من العيد رمضان المبارك، وهذه العملية فقط للخدمة للأطفال اليتامى والمتعففين في منطقتنا من كل اللهجات ومن كل القوميات الطوس. مبادرة جيدة وبارك الله بكم، وعدد من الشباب اللي حلاقين وحلاقة نظامية على المطلوب، يعني الحلاقة، وإحنا مقبلين إن شاء الله على أبواب العيد، وبارك الله بهم بهاي المبادرة الجيدة، والأطفال كلها فرحانة وكلها جت على الحلاقة، ما شاء الله أعداد يعني كبيرة.